أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى آخر الأخبار الرياضية. أكد الوفد الفني الخليجي أن البصرة مهيئة لاحتضان بطولة خليج 25، منوها إلى تأشيره لعدد من الملاحظات ومنها ملعب الميناء والطريق الرابط بين المطار ومدينة البصرة الرياضية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ البصرة بعد أن أنهى مهمته بفحص وتقييم الملاعب والبنى التحتية لرفع تقريره إلى الاتحاد الخليجي. نحن جينا هنا ليس كما تقول بعض وسائل السوشيال ميديا انه الرقابه وانه ليش لقنا، هذه موجود في اللائحه وفي النظام الاساسي، لانه الان اصبح في اتحاد خليجي لابد ان يقوم بالتفتيش لكل الدول اللي تقدم ملف تستضيف، والعراق قدم ملف ما شاء الله متكامل وتم على اساسه اختيار العراق. ابشركم انه الامور طيبه، ما في مقارنه بالزيارات السابقه، نستطيع القول انه احنا بنبدا العد التنازلي للبطوله ان شاء الله. كل ما معانا انه طرحنا بعض الاخوان بعض الملاحظات هي مشاريع متعلقه بالبطوله لابد من انجازها، ستكون هناك زيارات تفتيش يمكن كل شهر. فلا تتاثروا من هذه الزيارات، هذه الزيارات تاتي من باب الحرص على ان تكون البطوله جاهزه صورة ممتازة. وأهم حاجة في الموضوع هو تجهيز ملعب الميناء، تجهيز الطريق الدولي للمطار للكويت وبعض المشاريع الخاصة بالبنية التحتية. فأنا أبشركم الأمور طيبة إن شاء الله، وهذا يعود طبعا لسعادة المحافظ اللي حريص أيضا على إنجاح البطولة ومخصص وقته وجهده وطاقمه لتنفيذ المشاريع رغم انشغالاته الكبيرة من أجل تطوير هذه اللعبة، لعبة كرة قدم التي تكون نموذجية في البصرة، تصبح البصرة عاصمة لاستضافات كل البطولات. هذا الشيء المفرح أنه اللجنة تنظر إلى البصرة الآن بالاتجاه الصحيح. الملاحظات اللي قدموها هذه ملاحظات مهمة، إنك استضافة الملف لإنجاح الملف مثل ما تفضل الدكتور، مو الغرض من عندها أنه اليوم إحنا لجان تفتيشية أو ما شابه ذلك، بالعكس إحنا لجان لدعم ملف. الملف اللي قدم من محافظة البصرة يحتوي على الملاعب الثلاثة، الملعب اللي هو التحدي الأكبر هو ملعب الميناء، إن شاء الله يكتمل ويكون جاهز لاحتضان البطولة. الفنادق اللي قدمت للأخوة الأعزاء أنه أيضا تكتمل بأقرب وقت ممكن، أنه قبل افتتاح البطولة. البنى التحتية للمحافظة هذا واجبنا الأساسي، وإن شاء الله أنه الأمور ماشية بالاتجاه الصحيح، ومثل ما تفضل جناب الدكتور أنه الأمور طيبة، وننتظر تصويت الأشقاء إن شاء الله يوم 27، أعتقد يوم 27/4 بالاجتماع اجتماع الاتحادات. فمن خلالكم إن شاء الله نريد ننقل هذه البشرة إلى كل الشعب العراقي وبالأخص محافظة البصرة، لأنه وجود بطولات كبطولة الخليج يعتبر داعم إلى العراق كعراق لاستعادته إلى وضعه الطبيعي.